تعلمنا من الوالد المؤسس أن معادلة النجاح في المستقبل لا تخلو من الاعتزاز بثقافة الماضي وهويتنا الوطنية، وتعلمنا أن معادلة بناء الأوطان لا تخلو بتمكين الشباب الباني، وهذا ما نعمل عليه في المخيم الصيفي، مسؤولية تعزيز الثقافة في نفوس الأجيال وتمكين الشباب. ومعنا مختلف المؤسسات الحكومية من القطاعين والخاص في هذه المسؤولية، عملنا على العديد من الفعاليات والأنشطة على مستوى الدولة كان هدفها الأساسي أن نشرك المجتمع في الاحتفاء بثقافتنا، الاحتفاء بهويتنا، ونمكن الشباب كذلك من اليوم اكتشاف هوايات مختلفة واكتساب خبرات ومهارات جديدة في كل القطاعات.